دكتور حضرتك معمول لك ميوت، يا اما حضرتك عملت نفسك. يا باشمهندس كنت بتقول ايه؟ حضرتك كنت معمول لك ميوت او حضرتك عملت ميوت لنفسك؟ وهو في صوت؟ لا مفيش، هو مفيش معمول ميوت تقريبا. هو الدكتور بس دكتور اللي حضرتك عامل معمول لك الدكتور ميوت؟ لا هو شكله هو الدكتور بس حاطط ميوت عشان هو بيعمل حاجه كده، ولا يعني مش حد عامله ميوت هو ولا اللي حاجه، قفل يا جدعان عشان هو اللي قافل بس جنبه اكيد. فهو اللي قفل المايك. ايوه يا جماعه، ايوه الناس سامعاني؟ ايوه يا اه يا دكتور، دكتور. اه يا دكتور سامعني. طيب هنشوف مع بعض، نكتب كده شابتر 1 دكتور كده السلايدز ايوه يعني اختفت من قدامنا. ازاي؟ يعني لا شغالة شغالة باينة باينة يا دكتور، معقولة ما اختفتش؟ لا شابتر 1 اخرج وخش تاني. طيب هنشوف في شابتر 1 حاجة اسمها الستيت اوف ماتر. يعني ايه ستيت اوف ماتر؟ الناس كده سامعاني كويس؟ ستيت اوف ماتر. اه تمام يا دكتور. ايوه ستيت اوف ماتر. يعني ايه ستيت اوف ماتر؟ يعني حالات الماده. يعني ايه حالات الماده؟ عندي كام حاله من حالات الماده يا شباب؟ عندي ثلاثه. ايه هما؟ الجاز والليكويد والسوليد. عندي ثلاث حالات اساسيه من حالات الماده. احنا في شابتر 1، في شابتر 1 الشابتر ده هنشوف الجازس. يعني الثري شابترز الاولانيين بيتكلموا شابتر 1 عن الجاز، شابتر 2 عن الليكويد، شابتر 3 عن السوليد. كل واحد في شابتر على حده، اتفقنا؟ احنا في الشابتر ده ان شاء الله هنشوف الجازس، ايه هي الجازس وايه سلوكها وايه القوانين اللي بتحكمها وازاي اتعامل مع الستيت دي الجازس. الصوت كده واضح؟ تمام تمام تمام. الجازز، انا كل شويه بس بسال عشان ايه اتاكد ان يعني ما بكلمش نفسي. طيب الجازز ننزل كده في سهمين متقسمه لنوعين، حاجه اسمها ايديال جاز، ايديال جاز، وحاجه اسمها ايه ريل جاز، الغاز المثالي والغاز الحقيقي. طبعا كل غاز من دول بيحكموا قوانين معينه وبيسلك سلوك معين. اول حاجه هناخدها نكتب نمبر 1 الايديال جاز ونشوف القوانين اللي بتحكمه ونشوف ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر عليه. نمبر 1 الايديال
جاز. طب ايه هو الايديال جاز؟ اول ما يعني ايديال جاز يبقى لازم اول حاجه نعرفها ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على الايديال جاز. يبقى نكتب كده عنوان الفاكتورز affecting gases، يعني ايه العوامل اللي بتاثر على الغازات. اربع حاجات يا شباب، ايه هما؟ نمبر 1 البريشر، نكتب كده بريشر، الضغط. طبعا معروف ان كل غاز ليه بريشر خاص بيه، يعني هل البريشر اللي بيعمله الـ O2 زي الـ N2 زي الـ CO2 زي اكيد لا طبعا، كل حاجه من دول او كل غاز ليه بريشر خاص بيه، لان كل البريشر ده بيعتمد على وزن الغاز وداخل فيها حاجات تانية. يبقى البريشر ده حاجه مهمه جدا ويعتبر من العوامل المؤثره على الغاز، البريشر بتاعه. نمبر 2 طبعا انا هتكلم على كل واحد لوحده، بس انا بقول الاربع حاجات مره واحده. نمبر 2 دكتور، هو انا مش شايف حاجه، المشكله من عندي ولا مش شايف حاجه خالص؟ انت ممكن تعمل ايه في الجروب وتخش تاني، هيظهر لك واخره وادخل تاني. تمام تمام. نمبر 2 الفوليوم، الحجم بتاع الغاز. نمبر 3 التمبريتشر، درجه الحراره اللي موجود فيها الغاز. نمبر 4 النمبر اوف مولز اللي هي الان، كل حاجه الاختصار بتاعها جنبها، البريشر بي، الفوليوم في، التمبريتشر تي، النمبر اوف مول ان. يعني طب النمبر اوف مول اللي هو ايه؟ يعني كلنا عارفين الضغط، الحجم، درجه الحراره، تمبريتشر. طب يعني ايه نمبر اوف مولز؟ يعني ايه عدد المولات؟ بيعبر عن الاماونت. يبقى النمبر اوف مول ده معناه بيعبر عن الكميه. يعني انا بقول لك عندي، يعني بيعبر عن ايه؟ اماونت. يعني انا لما اقول لك عندي 2 مول 3 مول 4 مول، ده يشير الى ايه في دماغك؟ يشير لكميه، كل ما زاد العدد كل ما زاد كميه الغاز، صح ولا غلط؟ تمام. ده بالنسبه للفور فاكتورز اللي بتاثر على اي غاز. طيب هنا هنشوف كل واحده بقى معناها ايه وايه هي اليونتس بتاعتها. طيب هنشوف نمبر 1 البريشر، خلاص. ايه هو البريشر يا شباب؟ يعني ايه بريشر؟ البريشر بتاع الغاز ناتج من ايه؟ يعني انا لما اقول لك الغاز بيعمل ضغط بيعمل بريشر، لازم نرسم رسمه كده بتوضح يعني ايه بريشر. ارسم كونتينر كده، الكونتينر ده جواه غاز المدور ده، والمفروض انا عايز اعرف يعني ايه بريشر. طيب ال- 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 الجاز موليكولز اللي هي المدوره دي ايه اللي بيحصل فيها؟ انتوا عارفين ان الغاز ليه حريه في الحركه، فاكيد اكيد هيخبط هنا لما بيتحرك، واكيد ده هيخبط هنا، واكيد ده هيخبط هنا، واكيد ده هيخبط هنا. يبقى البريشر بتاع الغاز ده ناتج من ايه؟ ناتج نتيجه تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء. يبقى تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء بيعمل ده اسمه الوول، يعني جدار الاناء وده وول، صح ولا غلط؟ وده وول وده وول. يبقى تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء بتعمل لي ضغط، صح ولا غلط؟ يبقى نكتب كده البريشر، علشان ده هيجي في سؤال مهم. اقول لك البريشر هو عباره عن كوليجن بتوين مين ومين؟ بتوين الموليكولز وبعضها، ولا بتوين الموليكولز والوول؟ تقول لي بتوين الموليكولز والوول اوف كونتينر. يبقى تاني الضغط ناتج من ايه؟ مش تصادم الموليكولز مع بعضها، لا، تصادم بتوين الموليكولز مع الوول اوف كونتينر. يبقى نكتب كده هو عباره عن الكوليجنز، تصادمات كوليجن بتوين الجاز موليكولز، الجاز موليكولز and the container walls. يبقى تصادم بين جزيئات الغاز وجدران الاناء ينتج البريشر. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب يبقى لما اجي اشاور على حد اقول ابراهيم محمد، ابراهيم يعني ايه بريشر؟ انا يا دكتور لا بقول ابراهيم محمد. انا ابراهيم محمد. طب قول البريشر هو
خاصية بتميز الايديال جاز وفاكتور بيأثر عليها ناتج عن التصادم ما بين جزيئات الغاز والول بتاع ال ايوه بتاع كونتينر. ايوه الول في كونتينر، برافو عليك. انما لو جبت لك ام سي كيو قلت لك هو عبارة عن تصادم جزيئات الغاز مع بعضها بيولد بريشر، تقول لي لا دي اجابة غلط، يعني الاجابة ما تختارهاش. يعني ما تختار مع الول في كونتينر تصادم جزيئات الغاز كوليجن بتوين الجاز موليكولز اند ايه الكونتينر وولز. طيب هنشوف بعد كده ايه هي اليونتس اللي بتحكم البريشر. ايه هي اليونتس؟ نكتب كده اليونتس. ايه يعني ايه يونتس؟ الوحدات اللي بعبر بيها عن الضغط. ايه هما؟ عندي يا شباب ثلاث وحدات اساسيين. ايه هما؟ الاي تي ام، الباسكال اللي هي نيوتن بير متر سكوير، والتورشل اللي هي او اللي بنقول عليها التور اللي هي مليمتر ميركري. دول ثلاث وحدات اساسيين. يبقى تاني مع بعض، ايه هي اليونتس بتاعت البريشر؟ الاي تي ام، الباسكال، التورشل اللي هي مليمتر ميركري. طب انا دلوقتي لو جيت قلت لكم الطول بعبر عن اللينس بايه؟ المتر والسنتيمتر. طيب انت عارف الوحدات، طب لما اقول لك العلاقه بينهم ايه هتقول لي ان المتر فيه 100 سنتي. انا بقى عايز اعرف العلاقه بين الاتموسفير والباسكال والتورشل، يعني عايز اعرف ده في قد ايه من ده، في قد ايه من ده، علشان اعرف احول في المساله. يعني في مساله هنشوفها ان بيطلب مننا احول، لازم احول عشان اعرف احل المساله. فنروح كاتبين كده ال1 اتموسفير، شوف الحاجه اللي بكتبها لك بالاحمر دي تركز عليه، ما هو يعني حاجه مهمه جدا. الاي تي ام 1 اي تي ام ايكوال 760 مليمتر ميركوري ايكوال 101325 باسكال. ونروح نبروز كده علشان ده العلاقه بين اليونتس ايه بتاعه البريشر. ال1 اتموسفير بيساوي 760 مليمتر ميركوري بيساوي 101325 باسكال، اللي بيها تقدر تحول من اي يونت ليونت. لو انا عايز اتموسفير ومديك مليمتر ميركوري تقدر تحولها، وطبعا هنشوف الكلام ده في المسائل وهي لعبه ظريفه جدا، بس لازم عشان تعرف تحول لازم تعرف الاستاندرد. يعني انا قلت لك حول من متر لسنتيمتر هتعرف، لان انت عارف ان المتر فيه 100 سنتي، صح ولا غلط؟ وبالمثل اقدر احول من اي تي ام لمليمتر ميركوري ومن مليمتر لباسكال اند سو اون، ومن اي تي ام لباسكال زي ما انا عايز بقى، لان انا عارف ده قد ايه من ده. فيها مشكله كده البريشر؟ اخدنا في البريشر اليونت بتاعته واخدنا ايه؟ ومعلش اخر وحده اسمها ايه؟ باسكال، اللي هي البي اي دي اختصار باسكال. لا هو تي او ار ار. التورشل دي اختصار كلمه تورشل، بنقول عليها تور. يعني انا لما اجي ادلك في مسألك دايما بنكتبها تور، تي او ار ار، ده اسم العالم يعني نسبه لاسم العالم. تمام شكرا. اكتب براحتك. في اي مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام. معلش يا دكتور. ايوه. هي مليمتر بالايه ولا مليمتر ايه؟ مش عارف اقراها بس. مليمتر اتش جي زئبق، مليمتر ميركري. الزئبق ده اللي هو اتش جي. تمام شكرا. خلاص؟ تمام. والباسكال يا دكتور لو سمحت، الباسكال وحدته ايه؟ اللي هي نيوتن على متر سكوير. نيوتن فوق اهي على متر سكوير. دكتور. تمام. ايوه. هو مش الـ ATM بيساوي 1.01 بار؟ بص البار دي يا باشمهندس يعني مش هنتعامل بيها في الـ، يعني البار تقريبا هي الـ ATM، فاحنا ما بنتعاملش بالبار، بنتعامل بالـ ATM دايما. ليه؟ لان انت هو بتقول ايكوال ايه؟ ايكوال ايه؟ تقريبا زيها؟ تمام. هنشوف بقى مع بعض الحاجة التانية. هم اربع حاجات احنا بندرس، حاجة حاجة. تاني حاجة مين؟ الفوليوم. شد خط كده نمبر 2 الفوليوم. ايه هو الفوليوم؟ يعني ايه فوليوم؟ لو انا جبت لك كده كونتينر، الكونتينر ده فيه جاز، يبقى الفوليوم بتاع الغاز هو ايه؟ هو الفوليوم في كونتينر. يعني معنى كده يا شباب ان الغاز ملوش حجم.
يعني الغاز نفس كميه الغاز دي اللي موجوده في الكونتينر لو حطيتها في سبيس اكبر او في فوليوم اكبر يبقى هياخد الفوليوم ده. الغاز يا جماعه بيتحرك في كل حته، يعني معنى كده انك لو حطيت الغاز في اي حاجه هيشغل الحاجه دي. يعني معنى كده لو جبت لك في مساله وقلت لك كونتينر الفوليوم بتاعه كذا يبقى هو ده حجم الغاز. الاقي واحد يقول لي ايه ده فين حجم الغاز ده مش قايله لي، لا هو حجم السلندر او حجم الكونتينر حجم الوعاء اللي بيحوي الغاز. مهمه جدا الحته دي. الاقي واحد يقول لي انا عمر انا في المثال مش هجيب لك مثلا الغاز الفوليوم بتاعه كذا، ما بتتقالش صريحه، هي بقول لك ان الغاز موجود في كونتينر، الكونتينر ده الحجم بتاعه كذا، يبقى انت لازم تعرف ضمنيا ده ايه حجم الغاز. يبقى نكتب كده الفوليوم، الفوليوم اوف جاز، الفوليوم الفوليوم اوف جاز equal الvolume of container. خلاص؟ طيب يبقى أول حاجة عرفناها في الفوليوم إن هو الفوليوم بتاع الغاز هو هو الفوليوم بتاع الكونتينر أو الفيزل أو أي وعاء يجيبه لك في المسألة، يبقى تعرف إن هو ده هو ده، لأن معنى كده إن الغاز ملوش فوليوم. طب إيه هي اليونتس بقى اللي بنعبر بيها عن الفوليوم؟ بنكتب كده اليونتس. وحدتين اساسيتين جدا يا جماعه، ايه هما؟ المتر كيوب والليتر. طب ايه العلاقه بينهم؟ مين جدع يقول لي المتر كيوب علاقته قد ايه بالليتر؟ قد ايه؟ بيساوي 10 اس 3 10 اس 3. بص هو الفوليوم ده يا جماعه 10 اس 3 الفوليوم ده عشرة. ايوه ايوه بس مين 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 ال 10 اس 3 من مين؟ الواحد 10 اس 3 ايوه متر بتساوي 10 لتر واحد ايوه كده لتر بيساوي 1 متر كيوب ايكوال 1000 لتر. يعني معنى كده ان المتر كيوب اكبر من اللتر، المتر كيوب اكبر من اللتر. ما هو انت ما هو اللتر ده افتكره كده لتر ايه؟ لتر ميه، ازازه ميه، لتر حاجه ساقعه، حاجه صغيره. انما المتر كيوب، المتر كيوب ده فوليوم حاجه كبيره، فوليوم سيكشن، فوليوم شقه، فوليوم بالمتر كيوب. يعني معنى كده المتر كيوب في 1000 لتر، يعني الكبير في 1000 من الصغير، ده البديهي. يبقى عشان يبقى سهل تحفظها المتر كيوب هو اللي اكبر من اللتر، فالمتر كيوب 1000 لتر. خلاص؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ تمام. الحاجه الثالثه نمبر 3 التمبريتشر. التمبريتشر التي. طب التي دي اللي عباره عن ايه؟ درجه الحراره اللي موجوده عندها الغاز. طيب بعبر عنها بايه؟ طلع سهمين كده ديجري سيليزيوس او كلفن. طيب ازاي احول من ده لده؟ انا دايما في المسائل دايما بنعبر في الجازس عامه في الـ في الـ في لما نشوف يعني في طول الشبات اللي ناخدها مع بعض بالكلفن. التي بالكلفن ايكوال تي ديجري سيليزيوس بلس 273. يعني معنى كده عشان احول من سيليزيوس لكلفن بزود كام؟ بزود 273. يبقى دلوقتي بعبر ازاي عن التمبريتشر بالكلفن. طب لو دهني بالسيليزيوس بزود 273 علشان احولها لكلفن زي ما هنشوف في المسائل. يبقى ما ننساش الخطوه دي، ده اللي بس عايزك تفهمه في التمبريتشر، ما فيهاش اي شرح. يعني التمبريتشر ازاي تحول من يونت ليونت سيليزيوس وكلفن. خلاص. نمبر 4 اللي هي مين؟ النمبر اوف مولز. خلاص كتبنا. كتبنا تمام. دكتور بعد اذنك ممكن تقرا اخر خطوه دي فين؟ ال 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 تي كلفن ايكوال ال تي سمول دي اللي هي سيليزيوس، دايما بنقول عليها تي سمول، بزود عليها 273 عشان احولها لكلفن. يعني لو اديتك مثلا 25 سيليزيوس دي اسمها تي سمول، اديتك 30 سيليزيوس اسمها تي سمول. يبقى التي سمول دي يا جماعه اللي هي اللي هي الديجري بس بالسيليزيوس. الكلفن بقول عليها تي كابيتال، حتى انا كنت كاتبها تي كابيتال من الاول عشان تمهيدا لان احنا نعرف حاجه اسمها كلفن. خلاص؟ تمام يا دكتور. تمام. نمبر 4 النمبر اوف مولز.
نمبر 4 نكتب كده مع بعض النمبر اوف مولز اللي هي الان. قال لك عشان افهم النمبر اوف مولز لازم الاول افهم يعني ايه مولز. يعني ايه مول؟ يعني ايه مول؟ هو عبارة عن المولر ماس، المولر ماس ان جرام، المولر ماس بتاع اي مادة بس بالجرام. ايه ده؟ واحد يقول لي طب يا دكتور ازاي المول ده بيتحسب؟ الوان مول، الوان مول من السي او 2 ايكوال مثلا، يعني اديتك اكزامبل زي السي او 2 بحسبه ازاي؟ طبق القانون، هو بيقول لك المولر ماس ان جرام. لو انا قلت لك ان الكربون الماس بتاعته 12 والاكسجين الماس بتاعته ب 16 تقدر تحسب لي السي او 2؟ اه طبعا تقدر تحسبها لي. هتقول لي ايه؟ 12 زائد كام؟ 2 في 16. صح ولا غلط؟ اهو يعني انت بتجمع الـ 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 الاوزان مع بعض. انت دلوقتي عندك كربونه طلعتها ب 12، عندك اكسجينيه بس انت عندك او 2 فلازم تضرب ال 16 في 2، ده هيطلع لك بكام؟ 44 جرام. يطلع لك كام؟ 44 جرام برمو. لان ده اسمه بير مول، لانك بتحسب المول الواحد فلازم تقول بير مول لكل مول. خلاص ده اسمه ايه؟ ال1 مول من السي او 2. طب مثال تاني، لو انا عايز احسب ال1 مول من ال N2 وانا قلت لك ان ال N ب 14 هتحسبها لي ازاي؟ هتقول لي كام؟ اوعى تقول لي 14. 2 في كام؟ في 14 بكام؟ 28. صح ولا غلط؟ يبقى لازم اركز الرقم اللي عندي كام؟ 2 3 بضرب فيه على طول. طب مثال تاني، ال1 مول من ال NO هتقول لي كام؟ اهو دول عنصرين مختلفين، يبقى لازم تجمع الاول ب 14 اهو فوق 14 زائد الاو بكام؟ كاتبها فوق اهي 16. طبعا الاوزان دي ما بجيبهاش من دماغي، الاوزان دي موجوده في الجدول الدوري بس انت مش هتحفظها، ده بيديها لك في المساله، بيديها لك في المساله. يبقى بكام؟ لما تيجي تجمع هتلاقيها كام؟ 30. طبعا هنا جرام برمول وهنا جرام بيرمول، اليونت بتاعت المولر ماس. خلاص يبقى ال1 مول. ايوه يعني هو المول هو المولر ماس بالظبط. ايوه ال1 مول هو المولر ماس من اي ماده؟ ال1 مول. طب افرض انا بقى دلوقتي جبت لكم، بصوا لو عندي، لو جيت وزنت ان او اكزامبل، اكزامبل تو كالكوليت المثال ده عشان احسب تو كالكوليت النمبر اوف مولز. علشان احسب النمبر اوف مولز النمبر بقى بعمل ايه؟ لو انا جبت ال NO ده ال NO وقلت لك الماس بتاعته جيت وزنته الماس بتساوي 60، مين جدع يقول لي ال 60 دول فيهم كام مول؟ ما هو ال NO انا حاسبه فوق كام؟ 30. جيت قلت لك لا انا عندي وزن من ال NO 60 نمو. طب عملت ايه بقى؟ عملت ايه عشان اقول ان هي على المولر ماس بتاعته او المول بتاعه عشان نجيب عدد المولات؟ جبت الواحد مول وبعد كده قسمته على الناتج اللي موجود. طيب الثاني. طيب لو انا عندي NO الماس بتاعته الماس 90، يبقى ال 90 فيها كام مول؟ 3 مول. ايوه هنا ايوه. يبقى عايزين نوصل لقانون يا جماعه، عايزين نوصل لقانون. انتوا هنا الارقام سهله، ان ال 60 وال 90 مضاعفات ال 30، فانت بتقول لي ايه؟ بتقول سهل كده ما فيهاش مشكله. بس القانون ايه بقى؟ هنقول بقى النمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز عشان لو جت اي ارقام ثانيه مش يعني بنقول ايه بقى؟ الماس الام سمول على مين؟ على الام كام؟ مولر ماس. المولر ماس. يعني انت هنا عملت 60 على 30 طلعت لك 2، عملت 90 على 30 طلعت لك 3، يبقى بتقسم مين على مين؟ الام سمول اللي هي الماس، الام كابيتال اللي هي المولر ماس اللي انت حسبتها فوق. خلاص
واروح مبروز القانون ده عشان مهم جدا، لان النمبر اوف مول في المساله ما بيديهالكش انت اللي بتحسبها. اروح كده على الام سمول، اروح كاتب كده ده الماس اوف جاز، والام كابيتال ده المولر ماس اوف جاز، المولر ماس اوف جاز خلاص الماس، وهنا ايه المولر ماس. لازم اعرف كده يا جماعه عشان مفيش اي حرف يتكتب وانت مش عارف معناه ايه، لان دي ام ودي ام، بس دي سمول ودي كابيتال، فدي بتعبر عن ايه ودي بتعبر عن ايه. لو عكست المساله طارت، يعني لو انت قلت ان الام سمول دي لا مولر ماس كده انت في سكه ثانيه. فلازم لما تيجي تقول النمبر اوف مول يبقى بتقسم مين على مين، الماس على المولر ماس. اتفهمت الحته دي؟ يبقى كل اللي قلناه في الحته دي ان عشان احسب النمبر اوف مولز لازم الاول افهم يعني ايه مول، وجينا فهمنا يعني ايه مول وادينا اكزامبلز. يعني ايه مول؟ هي عباره عن المولر ماس ان جرام، وجينا ادينا اكزامبل ازاي احسب المولر ماس. يبقى معنى كده ان ال 44 دول هو وزن المول من السي او 2، ال 28 هو وزن المول من الان 2، ال 30 وزن المول من الان او، وهكذا. طب انا لو عايز احسب العدد بقى النمبر اوف مولز ككميه هقول ايه؟ هقول الماس على المولر ماس، وادينا اكزامبل يوضح لنا الكلام ده، وانتوا اللي قلتوا بنفسكم ان انا لو عندي 60 جرام فيهم 2 مول من الان او، ولو عندي 90 جرام فيهم 3 مول من الان او، اعتبارا ان ال1 مول الوزن بتاعه 30 جرام بالمول. خلاص يبقى من المول عرفت احسب النمبر اوف مولز. يبقى لازم الموضوع يكون ماشي بالسيكونس ده في دماغك علشان يبقى الناس كلها حافظه النمبر اوف مول ماس على المولر ماس، بس يعني يعني الكونسبت مش واضح بالنسبه لهم. طيب احنا ستيل برضو لسه في المول، هناخد فيه حاجه برضو صغيره. ايه هي؟ الافوكادوس نمبر. ايه علاقه افوكادوس نمبر بالمول؟ بصوا بقى اكتب كده ال1 مول، 1 مول فروم اني سبستانس، اني سبستانس ايكوال او كونتين، اعمل سهم كده كونتين افوكادوس نمبر ان ايه؟ ان ايه ده اختصار افوكادوس نمبر، اللي هو كام؟ 6.02 في 10 اس كام؟ 23. 23 ايوه تمام. ده واكتب هنا اتومز اور موليكولز، على حسب طبيعه يعني على حسب طبيعه الماده، هل هي اتومز او موليكولز. خلاص يبقى ال1 مول من اي ماده بيحتوي على ايه؟ على عدد افوكادرو من الجزيئات. خلاص ال1 مول من اي ماده بيحتوي على ايه؟ على عدد افوكادرو منين؟ من الجزيئات اهو. الحته دي مهم، يبقى لما اجي اقول لك ال1 مول كونتين واجيب لك ام سي كيو تقول لي عدد افوكادرو. طب لو جيت قلت لك النص مول، النص مول من اي ماده بيحتوي على ايه؟ هتقول لي نص افوكادروس. طب الربع مول هتقول لي ايه؟ ربع افوكادروس، صح ولا غلط؟ طب والتلت مول؟ لان انت عارف ان ال1 مول فيه افوكادرو يبقى التلت مول فيه تلت افوكادرو، صح ولا غلط؟ طب جنرالي بقى اقدر اقول ايه؟ يبقى النمبر اوف اتومز، النمبر اوف اتومز or molecules equal n small في ال n capital اللي هي افوكادوس نمبر. تطلع بقى ربع تلت، يبقى انت توحد القانون بتاعك. لو جيت قلت لك في مساله كالكوليت النمبر اوف اتومز، انت عارف بتعمل ايه؟ النمبر اوف مول في مين؟ في افوكادوس نمبر. خلاص افوكادوس نمبر ده انت بتحفظه زي اسمك، اللي هو ما بيديهالكش في المساله 6.02 في 10 اس كام؟ 23. خلاص 6.02 تايمز 10 باور 23، والنمبر اوف مول هديهولك على طول، تجيب النمبر اوف اتوم او المولكيولز الموجوده في اي حته. وهنشوف مسائل لما نيجي نحل في التوتوريال مع بعض ان شاء الله، احنا التوتوريال بتاعنا بكره هنحل مسائل يقول لك كالكوليت النمبر اوف اتومز، كالكوليت النمبر اوف مولكيولز، فهكون عارف ان هي ان سمول في الان كابيتال اللي هي النمبر اوف مول في افوكادوس نمبر. نروح مبروزه كده عشان ده ايه؟ قانون. اي اسئله؟ حد عنده اي اسئله في الحته دي؟ يبقى احنا كده غطينا النمبر اوف مولز تماما، غطيناها تماما.
قطناها من ناحية ازاي احسب النمبر اوف مولز وازاي احسب النمبر اوف اتومز. لو سمحت يا دكتور، هي ان ايه ديت رمز الايه؟ افوجادروز نمبر. افوجادروز نمبر، طب تمام. وكلمة مول اللي في الاخر ديت اخر كلمة خلاص مكتوبة مول ايه؟ لا دي موليكول، موليكول بس انا يعني انت عارف ان كتابة يعني بالتاب يعني ساعات بتبقى ايه، بتبقى مشبكة شوية. دي ام او ال اي سي يو ال اي اس، موليكولز. خلاص اتفهمت؟ ايوه جدع كده، اكتب برافو. الان اسمه اللي هي ايه؟ النمبر اوف مولز. تمام دي النمبر. ممكن تعيد اخر قانون اوف مولز، النمبر اوف مولز في افوكادو. تاني اخر قانون، ال1 مول بيحتوي على ايه؟ انت اللي هتقول ال1 مول بيحتوي على ايه؟ ها؟ عدد افوكادو. عدد افوكادو. طب النص مول من اي ماده بيحتوي برضه على عدد افوكادو ولا نص العدد؟ لا نص. طب الربع، ربع افوكادو وهكذا. طب يبقى النمبر اوف اتومز بيساوي ايه عامه بقى؟ الان النمبر اوف مولز اللي هي تلت او نص او ربع او اي حاجه في مين؟ في افوكادو. يعني لو انا قلت لك 2 مول فيهم كام اتوم هتقول لي 2 في افوكادو. لو 3 مول فيهم كام اتوم هتقول لي 3 في افوكادو. طب لو قلت لك ربع مول هتقول لي ربع في افوكادو. انا عايز احسب العدد، عدد الاتومز اللي موجوده، فبتضرب الكميه اللي عندك في عدد افوكادو يديك العدد الكلي. اتفهمت؟ تمام. ايوه انا عايز كل الناس تكون فاهمه الحته دي، مش عايز يا جماعه نفوت جزء وانت مش فاهمه. كل الناس تكون فاهمه كويس قوي انا بقول ايه. ها اتفهمت كده؟ تمام يا دكتور. تمام هنشوف بقى نكتب عنوان جديد. يبقى كده اخدنا الفاكتورز افكت يعني من اول خالص اهو، اخدنا الفاكتورز اللي سيت اوف موتر ثلاث حاجات، وابتدينا نقول الجاز ايدل جاز وريل جاز. بديك فرصه اهو تراجع مع اللي انت كاتبه. واخدنا كمان الفاكتورز افكتنج على الجازز، البريشر، الفوليوم، التمبريتشر، النمبر اوف مولز. اتكلمنا على كل واحده فيهم بالتفصيل. البريشر هو عباره عن تصادم جزيئات الغاز مع جدار الاناء، واليونتس بتاعته هي عباره عن ثلاث وحدات اي تي ام وباسكال وتورشل، وخدنا العلاقه بينهم. الفوليوم بتاع الغاز هو الفوليوم اوف كونتينر، وخدنا اليونتس والعلاقه بينهم ايه، ودول اشهر تو يونتس. ولو في حاجه في المسائل قابلتنا هنبتدي نقولها في المسائل. التمبريتشر، السيليزيوس والكلفن، وازاي احول من سيليزيوس لكلفن، ان انا ازود 273 على الرقم السيليزيوس يدينا الكلفن على طول. دايما السيليزيوس بنرمز له تي سمول، التي كابيتال يعني كلفن، الاثنين تمبريتشر. النمبر اوف مول عشان نفهمه فهمنا يعني ايه مول، وازاي نحسبه عن طريق المولر ماس ان جرام لاي ماده، وبناء عليه استنتجنا ان النمبر اوف مول هو الماس على المولر ماس، الام سمول على الام كابيتال زي ما انتم شايفين اهو. وابتدينا نشوف اخر حاجه للمول اللي هي ال1 مول بيحتوي على عدد افوكادروس. فمن هنا ابتدينا نستنتج ان عدد افوكادروس مربوط بالمول. بمعنى ايه؟ لو عايز اجيب اي كميه، اي عدد للاتومز الموليكولز الموجوده في تيوب او كونتينر او في اي حته، بقول الكميه اللي عندي عدد المولات في افوكادروس نمبر. يعني لو عندي 2 مولز يبقى عدد الاتوم اللي موجوده 2 في افوكادروس، ضعف افوكادروس مع مفهوم يعني. لو عندي 3 مول يبقى عدد الاتومز اللي فيها 3 اضعاف افوكادروس، يبقى 3 في افوكادروس. لو عندي 4 مول يبقى 4 في افوكادروس، وهكذا. انا هديك النمبر اوف مول في المساله واقول لك هات لي النمبر اوف اتومز. خلاص تكون انت حافظ افوكادروس نمبر، تضرب الاثنين في بعض تجيب النمبر اوف اتومز. طيب نكتب كده تايتل جديد، الايديال جاز لوز، قوانين الايديال، الايديال جاز، قوانين الغاز المثالي، قوانين الغاز
المثالي. خلاص؟ طيب بصوا يا جماعة ايرو كده انا كاتب ايه؟ هم اربع قوانين اللي هناخدهم. ايه ده؟ ايه ده اللي انا كاتبه؟ اربع قوانين مترابطين ببعض يعني؟ لا 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 بص ايه؟ الفاتيكال اي بي سي دي. ايوه برافو عليك. طب بتدل على ايه؟ ممكن اول حروف من اللوز. ايوه جدع برافو عليك. هنشوف هنا مع بعض ان الاي دي الاي اللي هي عباره عن مين جدع يقول لي؟ يبقى جدع افوكادو. افوكادو نمبرز مثلا. افوكادو الناس اللي افوكادرو لو. طب مين جدع يقول لي ده؟ ها بويل. بويل ايوه جدع. طب مين جدع يقول لي ده؟ شارلي. طب مين جدع يقول لي ده؟ ها يبقى جدع دالتون. ايوه جدع يبقى ايه؟ دالتون لو. شفت بقى انا عايزك تعرفها بالترتيب ده علشان ما تنساهاش، علشان يا جماعه هي جت بالصدفه، بس لما تشوف الترتيب ده كده لما اقول لك الايدل جاز لو تقول لي ايه؟ اه والله ده احنا خدنا اي بي سي دي، فهي القوانين بتاعته افوكادوس بويل ما تنساهاش ابدا. دالتون لو تمام. طب احنا بقى هندرس كل قانون لوحده، تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل. افوكادروس عمل ايه وبويل عمل ايه وتشارلز ودالتون. نمبر 1 افوكادروس لو. افوكادروس لو. الموضوع يا جماعه ماشي كده بترتيب معين ولا في حد متلخبط في حاجه؟ تمام تمام تمام. افوكادروس ده بقى عمل ايه؟ درس العلاقة بين الـ V والـ N. بمعنى إيه؟ قال لك إيه؟ قال لك الـ V Directed Propulsion مع الـ Number of Mole. طبعًا أنا هتكلم بالرموز لأن إحنا كل ده عرفناه في الأول، إحنا عارفين إن الـ V ده فوليوم والـ N دي Number of Moles، فمش عايز حد إيه يتلخبط، إحنا كل ده معرفينه في الأول. طب وقلنا إيه كمان؟ هنكتبها فوق تاني إن أربع حاجات بتأثر على الغاز، هكتبهم بالرموز: الـ Pressure، الـ Volume، الـ Temperature، النمبر اوف مولز. صح ولا غلط؟ دول الاربع حاجات اللي بيأثروا على اي غاز. طيب جه عم افوكادروس ده عمل ايه؟ قال والله يا جماعه انا هدرس العلاقه بين الفوليوم والنمبر اوف مول. فقال اهل العلاقه ده طرديه، اكيد اكيد كل ما زودت كميه الغاز كل ما احتاجت حجم اكبر تتحرك فيه، يعني كل ما الان زادت يبقى الفوليوم هيحصل له ايه؟ الفوليوم هيزيد، يبقى العلاقه طرديه، علاقه دايركتلي بروبولشنال بالنسبه للفي والان. صح ولا غلط؟ كلام منطقي. طيب ينفع ادرس ريليشن او علاقه بين اكتر من متغيرين؟ يعني لازم يكون تو فاريبل ولا ممكن اكتر؟ لازم يكون اتنين. طب افوكادروس ده درس العلاقه بتوين الفوليوم والنمبر اوف مول، يبقى لازم يثبت مين؟ ات كونستانت التي والبي. ايوه جدع. الحراره البي والتي. يبقى عشان سهولة الحفظ لازم تعرف الموضوع بالترتيب ده، علشان يا جماعة أنا مش عايزك تحفظ وأنت حفظ كده يخليك تنسى، أنا عايزك تبقى فاهم عشان تعرف. هو ده الغرض، المغزى إن إحنا نفهم مش نحفظ. يبقى هما أربع حاجات، أنت مجرد ما تعرف أفوكادروس درس إيه هتلاقي نفسك بتكمل بيت القانون. يبقى تاني أفوكادروس درس إيه؟ العلاقة بتوين الفي والإن أهو، يبقى لازم يثبت التالت والرابع. مفيش حاجة اسمها يدرسهم كلهم، لأ أنا لازم طالما بدرس حاجتين يبقى لازم أثبت بقية العوامل. وايه هما بقيه العوامل؟ انا بدرس حاجتين يبقى الباقيين اربعه، الباقيين اتنين كمان ما هو كلهم اربعه، اللي هي البي والتي. البي والتي فيها اي مشكله لحد دلوقتي؟ ده بالنسبه لافوكادوس. اجي اقول لك ام سي كيو الدايركت ريليشن بتوين الفوليوم والنمبر اوف مول. دايركت ريليشن مين اللي درسها؟ تقول لي افوكادوس.
يبقى لازم تعرف اسم العالم وعمل ايه، مهم جدا جدا. طيب نمبر 2، بويلز لو، قانون بويل. قانون بويل ده بيدرس ايه بقى؟ قال لك جي بويل ده قال لك انا هاخد اشوف البريشر، سوري الفوليوم مع البريشر، الفوليوم مع البريشر. مين جدع يقول لي دايركتلي وانفرسلي يعني طردي ولا عكس؟ ايوه ليه بقى؟ ايوه ليه بقى؟ لان انا لما اجي اجيب اسطوانه، الاسطوانه دي فيها غاز، لو جيت ضغطت على زود البريشر الفوليوم يقل. ايوه يا جدع برافو عليك، لما بزود البريشر المكبس، المكبس هينزل لتحت، يبقى كل ما بزود البريشر لما البريشر يزيد الفوليوم بيقل، يبقى ده معناه ايه؟ ان العلاقه عكسيه انفرسلي. طب مين جدع يكمل لي القانون؟ ات كونستنت ايه؟ هتبقى بالات كونستنت تي، تي التمبريشر الحراره بس والان والان. أيوة لا تي بالضبط. ايوه تي والان. ايوه 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 انت 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 لما جيت غيرت واحده واحده، انت لما جيت غيرت غيرت النمبر اوف مول، انت ضغطت نفس الكميه، يعني نفس الكميه بتاعت الغاز قبل السهم هما نفس الكميه بتاعت الغاز بعد السهم، صح ولا غلط؟ يبقى انت وحدت كل البارامتر، يعني ما ما ما, ما حطيتش غاز تاني، ما حطيتش حاجه تانية تاثر، انت نفس الكميه ضغطتها، يبقى هتكون السنت ايه؟ وما كنت متلخبط ليه بقى؟ هتكون السنت التي والان. يبقى انت لما بتدرس حاجتين بتثبت الثالث والرابع وانت مغمض. طيب هنشوف يبقى لازم تعرف مين دايركت ومين انفرس. خلاص كتبنا، اكتب. هنخش في نمبر 3 على السي اللي هو تشارلز. نمبر 3 تشارلز لو. تشارلز ده بقى درس العلاقه بين الفوليوم ال V وال T. طب مين جدع يقول العلاقة ايه؟ دايركت وانفرسلي. دايركتلي. ليه بقى؟ ايوه ليه؟ علشان لو انا جبت سلندر اهي، سلندر دي عبارة عن فيها مكبس وفيها غاز، لو جيت سخنتها ايه اللي هيحصل؟ الغاز هيكتسب ايوه كينيتيك انرجي، والكينيتيك انرجي دي هتتحرك البستون لفوق، يبقى ايه اللي هيحصل الناحيه الثانيه؟ هلاقي ان الحجم ايه؟ الحجم زاد، يبقى كل ما زودت التمبريتشر الحجم حصل له ايه؟ زاد، يبقى العلاقه ايه؟ دايركتلي. طب مين جدع يقول لي هتكون السنت ايه؟ كمل بقى كده. البريشر والنمبر اوف مور. ايوه هتكون السنت دي. ايوه كده احنا فهمنا، خلاص كده احنا فهمنا المغزى اللي انا عايز اوصله لك من القوانين، اصل هي كلها اسامي علماء، يعني هو معلش يعني وتشارلت ولا بويل ولا افوكادو، انا يعني هعمل ايه باسمه؟ انا عايز اعرف عمل ايه، ولازم اربطهم مع بعض، فما فيش احسن من الطريقه دي، ان انت تحفظ بالسيكونس ده وتعرف الفاكتورز وتعرف هو درس ايه وتثبت الاثنين التانيين. اتفقنا؟ معلش يا دكتور. ها هو احنا لما زودنا درجه الحراره ايه اللي حصلت؟ لما زودنا درجه الحراره الكاينتيك انرجي زادت بتاعه الموليكولز، الكاينتيك انرجي طاقه الحركه، يعني انت لما تدي الجزيء او الموليكول طاقه اكيد اكيد هيتحرك في مكان اكبر، فهيضطر يزق المكبس لفوق علشان ايه؟ علشان ياخد مساحه اكبر يتحرك فيها، لانك بتسخن. هو انت لما تيجي تسخن شويه، انت لما تيجي تسخن شويه ميه، مش الميه بتتبخر؟ بتلاقي ان الغاز ده، بتلاقي لما الميه تغلي ايه اللي بيحصل؟ الغاز اللي طالع فوق الميه بيزق الغطا، صح ولا غلط؟ فهتخيل بقى ان في مكبس والغاز ده بيسخن، فهتلاقي ان الغطا او المكبس عمال يطلع لفوق علشان الغاز عايز ياخد حريه اكبر في الحركه. اي اسئله في القوانين يا جماعه؟ القوانين دي مهمه جدا. يبقى بعد ما خدنا الفاكتورز اخدنا القوانين، خدناها الافوكادروز والبويل والشارت بالترتيب المعين اللي انا قلت لكم عليه اي بي سي، ولسه دي هنتكلم عليه في الاخر. خلينا نقول من الثلاثه دول هنستنتج ايه، يعني من الاي والبي والسي هنستنتج ايه؟ نكتب كده. خلاص خلصنا الجزء ده كتبه ولا حد ناقصه حاجه؟ هنكتب كده from 1 و 2 و 3 اللي هو ايه؟ هنستنتج ايه؟ حد ملاحظ حاجه؟
ان كلهم درسوا ايه؟ الفوليوم. ايوه مع حاجه تانية صح ولا غلط؟ الفوليوم مع ايه؟ الفوليوم مع كل واحده فيهم. ايوه لان الفوليوم ده حاجه مهمه جدا بيتغير بتغير الحاجات دي، فكله درس الفوليوم مع حاجه تانية. عجب، برافو عليك. يبقى هقدر اقول ايه بقى؟ هقدر اقول احنا كده هنجمعهم كلهم في قانون واحد اللي هو الاخير، صح؟ ايوه الله ينور عليك، اللي هو الايدل جاز بس نسر الاحداث ونشوف هنجمعهم ازاي. يبقى الفوليوم نكتبهم كده في لاين واحد، ما انا كاتب فروم 1 و 2 و 3 نكتبهم كده مع بعض. هقول ايه؟ دايركت مع الان وانفرس مع البي ودايركت مع التي، صح ولا غلط؟ حلو تمام. تعالوا نجيب البريشر جنب الفوليوم لانه في المقام اهو، يبقى البي في تتناسب مع مين؟ ان تي. طب كلنا واخدين من زمان جدا ان ينفع اشيل البروبولشن او علامه التناسب واحط ثابت، صح ولا غلط؟ كونستنت، مش كلنا عارفين؟ أيوة، ايوه انا ده اللي انا هعمله دلوقتي، ان انا هقول ايكوال بس هشيل، يبقى اقول بي في ايكوال ان ار تي. اكيد اكيد المعادله دي مالوفه بالنسبه لك، كلنا اخدناها زمان صح ولا غلط؟ يعني البي في ايكوال ان ار تي اكيد اكيد انت خدتها قبل كده. طيب اخدناها في ثانوي. تمام، أيوة. دي بقى الاساس بتاعها، انا عايزك تفهمها بالمنظور ده لان انت ممكن تكون اخدتها بمنظور تاني. طيب الار هنا اللي هي ايه؟ الكونستنت، مش انا شلت التناسب ده وحطيت ثابت؟ يبقى الار هنا هو الايه؟ الار نكتب كده هو عباره عن اليونيفرسال جاز كونستنت اللي هو الثابت العام للغازات. ايوه اللي عايز يترجمها الثابت العام للغازات، الثابت العام للغازات. طالما ثابت يبقى ليه فاليوز معينه، طالما ثابت يبقى ليه فاليوز معينه، اتفقنا؟ وهنشوف الفاليوز بتاعته دلوقتي. وتعالى عند الايكويشن دي اكتب كده هي الايديال جاز لو، قانون الغاز المثالي، قانون الغاز المثالي. طب ليه سميته الايديال جاز لو؟ اللي انت بتتكلم بقى في ايديال جاز مره واحده، عارفين ليه؟ علشان دي الايكويشن الوحيده اللي جمعت البارامترز كلها مع بعض. انتوا مش ملاحظين كده ان المعادله دي فيها البي والفي والان والتي؟ يعني انت لو عايز تجيب ضغط اي غاز تقدر تجيبه، لو عايز تجيب حجم اي غاز تقدر تجيبه، لو عايز تجيب النمبر اوف مول اي غاز تقدر تجيبه، لو عايز التمبريتشر بتاع الغاز تقدر تجيبه، تقدر تجيب اي حاجه للغاز بمعلوميه المعادله دي. طبعا المعادله دي فيها خمس حاجات 1 2 3 4 5 بالار، يعني لازم اطلع من المساله اربع حاجات عشان اعرف اجيب الخامس، لان الناس اللي هي بتطلع الجيفن من المساله والمعطيات يلاقي ناقص حاجتين. طب هتجيبها ازاي؟ لا لازم يكون حاجه واحده بس اللي ناقصه. يبقى هدف المعادله دي ان انا هديك معلومات اخليك تجيب لي ضغط الغاز، تجيب لي حجم الغاز، تجيب لي النمبر اوف مول، تجيب لي التمبريتشر، تجيب لي اي حاجه للغاز، اتفقنا؟ طب يا دكتور الار دي قصتها ايه وهنعوض عنها بكام؟ تعال نشوف مع بعض. في حاجه اسمها الاس تي بي، كلنا سمعنا عن حاجه اسمها ايه؟ الاس تي بي، مش عارف اللي خدها بالعربي يعني مش فاكر اسمها كان ايه. الاس تي بي دي اس تي بي برضه تمام، اللي هي الاس تي بي. الاس تي بي ايه هي الاس تي بي دي؟ اختصار ايه؟ ستاندرد بريشر. بريشر ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، يعني حاجات طالما بتتكلم في ستاندرد يبقى حاجه ثابته. ايه هي بقى الحاجه الثابته دي؟ بص 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 بقى برويز الاس تي بي، لان في الاس تي بي دي يا جماعه بجيبها في المساله وبتخبي جواها جيفن. انت بتقول لي ايه ده الاس تي بي دي؟ فين الارقام اللي في المساله؟ الارقام انت لازم تكون عارفها. ايه هي؟ بص كده، البريشر بيبقى 1 اتموسفير، فبقول لك ستاندرد تمبريشر اند بريشر، يبقى البريشر ساعتها بيكون ايه؟ 1 اتموسفير. الفوليوم بيبقى، خلي الفوليوم في الاخر عشان نقول التمبريتشر، عشان اسمها ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. التمبريتشر 0 ديجري سيلسيوس بيساوي 273 كلفن. واحد يقول لي ايه ده انت حولتها ازاي؟ هقول له انا زودت على 0 273 فبقت 273 بس، مش اكتر ولا اقل. طيب النمبر اوف مول ايكوال 1 مول. قال لك بقى عند الظروف دي لما اجيب 1 مول من اي غاز عند الكونديشن دي الفوليوم بيبقى كام؟ الفوليوم بيبقى ثابت، اللي هو كام؟ 22.4 لتر. 22.4 لتر يعني 22.4 لتر، خلاص.
يعني جي واحد قال لك اهو انا عندي 1 مول من الغاز خلاص، وفي مكبس، المكبس ده مثلا في 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 كونتينر، والكونتينر ده مدرج، مدرج فيه هنا ارقام خلاص، وحط الغاز ده عند الظروف دي 1 اتموسفير، 1 اتموسفير فوق اهو، وتمبريتشر 0 ديجري سيلسيوس، والكميه اللي جوه 1 مول، لقى ان المكبس، المكبس بيقف عند 22.4، يعني الفوليوم، الفوليوم بتاع اي غاز عند الكونديشن دي ب 22.4 اهو. الحاجات دي كلها مهمه جدا برجزها علشان المسائل، عشان المسائل. يبقى تاني لما اقول لحد يقول يعني ايه اس تي بي، ما يقوليش يعني انا عارف ان هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، بس عايزك تقول لي ايه هي الجيفن اللي جواها. ها مين يقول؟ البي ب 1 اتموسفير، والتي ب 0 سيليوس، و 273 كلفن، والان ب 1 مول، والفوليوم ب 22.4 لتر. تمام، ممتاز جدا. طيب عايزين بقى يا جماعه في ده من الـ من الـ من الحاجات دي نكالكوليت الار، نحسب الار. طيب مش احنا عندنا البي في ايكوال ان ار تي، ايكوال ان ار تي، مش دي اللي خدناها؟ طبعا عشان احسب الار لازم اجيبها في طرف لوحده، يبقى اقول ان الار ايكوال ايه؟ بي في على ايه؟ على ان تي، صح ولا غلط؟ طب واحد يقول لي هعوض ايه؟ هعوض، هعوض بالجيفن اللي فوق دي كانها ظروف معينه بقيس عندها الار. تعالوا نعوض مع بعض اهو من فوق اهو بالارقام اللي مداني في الاس تي بي. اروح معوض كده، البريشر بكام؟ ب 1 اي تي ام. الفوليوم بكام؟ 22.4 لتر على النمبر اوف مول 1 مول. التمبريتشر بكام؟ اهي بس ما خدش 73 كلفن. ايوه جدع، لان لو خدت الزيرو، زيرو فون بزيرو، الدنيا مش كويسه، هتبقى مش كويسه بالنسبه لك، مش هيطلع حاجه. فهنا اقول ايه؟ اقول 273 كلفن. يبقى ده اكبر مثال يفهمنا ان انا اخد الكلفن، ما اخدش اي حاجه غير الكلفن، وما اتلخبطش في المساله. بالكالكوليتر معانا دايما، هنتعود ان الكالكوليتر لازم يبقى معانا في المحاضره والتوتوريال عشان الارقام والحاجات اللي زي دي تثبت اكتر. حد جدع يقول لي هيطلع كام في الاخر؟ 0.08. ايوه 0.082 82 لتر مول ديجري. ممكن تاني يا دكتور الفقره دي؟ ممكن بس اللي فتح المايك يقفله. ممكن سؤال يا دكتور مثلا؟ ايه سؤال؟ اتفضل. هو التمبريتشر لازم تكون بالكلفن، ما اقدرش اتعامل بالسيلسيوس خالص. صح؟ ما ينفعش، ما ينفعش. وهنعرف ليه يعني بالظبط اقل من دقيقه. تمام يا دكتور، ممكن الفقره دي تاني بس؟ من اول فين؟ من لما رتبت القانون، من اللي لما كتبت ار تساوي. ايوه الار تساوي. طيب الار انا جبتها في طرف لوحدها، انا عشان اجيب دي في طرف لوحدها هتساوي ايه؟ بي في على ايه؟ على ان تي. ان تي. طب البريشر بكام؟ اهو ب 8 تي ام، ب 1، ب 1 اتموسفير. تمام، مش واضحه ايه 1 اهي. خلاص. طيب الفوليوم بكام؟ 22. ايوه ليه؟ انا كل بستخدم كل معطيات الاس بي عشان دي معطيات ثابته وانا عايز اجيب ثابت، فبعوض عشان اجيب الار 22.4. طب النمبر اوف مول اهو. ايوه 1 مول. طب التمبريتشر كلفن ولا سيليزيوس؟ كلفن. 273 لو جيت حسبتها هتطلع 82 من 1000. طب يبقى ده الكونستانت اللي بعوض بيه 82 من 1000، ولازم تكون حافظه لان الار مش هيدالك في المساله. طب اخر حاجه بس قبل ما اخد سؤالك، اليونت بتاعت الار اي جبتها منين؟ جبتها منين؟ اي تي ام. اي بص، اي تي ام وليتر اهو، فبتضربهم في بعض، اي تي ام في ليتر على المول في الكلفن. طبعا احنا عارفين ان تي دي بالكلفن، فالمول في الكلفن اهو، مول كلفن.
طب طب السيل ازاي دي يا دكتور؟ هقول لك والله ام اس كيو الاثنين الار ايكوال 0.082 اليونين ساعتها بتساوي ايه؟ لازم تكون عارف، انت مش لسه هتعوض وتعمل اس تي بي، انت كده راحت منك 10 دقايق في الامتحان، ما ينفعش. ما هو ده اللي بتكلم فيه السيف تايم، انك ازاي تسيف تايم في المساله. واحد ياخد 10 دقايق، واحد ياخد دقيقه، واحد ما ياخدش هوا يعني يحلها، ما فيش يعني. المفروض تبقى بتسرع سرعه البديهه بتخليك ان انت تحل يعني تحل اسرع. فهنا الار امتى بتساوي ال 82/1000 او امتى بتساوي اليونت دي؟ لما بتساوي 82/1000 الار. فساعتها اقول ان اليونت بتاعتها اي تي ام في لتر بير مول ديجري، لان الار ليها كذا يونت زي ما هتشوف في الجدول ده. طب واحد يجي يقول لي يا دكتور انا دلوقتي امتى اعوض بالفاليوز بتاعه الار؟ خلي بالك بالفاليوز، يعني معنى كده ان هي ليها كذا قيمه، بس احنا مش علينا ان احنا نجيب قيمها ونستنتجها كلها، يعني مش هعمل انا اللي انا عملته هنا في ال 82/1000. انا هرسم جدول وهقول لك امتى تستخدم قيم الار، والجدول ده مهم جدا جدا جدا. ارسم جدول كده في 3 كولومز، 3 اعمده، في الاول البي، في النص الفي، في الاخر الار. خلاص. واحد يجي يقول لي يعني معنى كده يا دكتور ان قيمه الار بتعتمد على البي والفي؟ اقول لك اه، قيمه الار بتعتمد اعتماد كلي على البي والفي. يعني معنى كده بص كده في المعادله اللي فوق، المعادله دي اهي، بص كده على البسط اللي فوق اهو، 1 اي تي ام 22.4 لتر. اللي تحت ده المول مش هيتغير، المول ما بيتغير، الكلفن برضو نفس الكلام. يبقى بتعتمد اعتماد كلي على قيم البي والفي اللي في البسط اللي فوق. طيب لو انا قلت لك في المساله ان البريشر بالاي تي ام والفوليوم بالليتر، يبقى هتستخدم الار بايه؟ 0.082. خلاص. واللون بتاعته ايه؟ اي تي ام في لتر، اي تي ام في لتر بير مول ديجري. خلاص. يبقى امتى استخدم 82/1000؟ ده السؤال. يبقى عينك في المساله على البريشر والفوليوم. لو كان الفوليوم، لو كان الفوليوم بالليتر والبريشر بالاي تي ام، ساعتها هتستخدم 82/1000. ساعتها هتستخدم مين؟ 82/1000. لو كان البريشر بالاتموسفير والفوليوم بالليتر، هقول تاني، لو الفوليوم بالليتر والبريشر بالاتموسفير بتستخدم الار 82/1000. مهمه جدا يا جماعه الحته دي، 0.082. خلاص. طب معلش يا دكتور ممكن سؤال؟ ايوه. دلوقتي من القانون اللي هو البي في بتساوي ان ار تي، طب احنا دلوقتي احنا الان دلوقتي مثلا، معلش انا لما جيت ابص لها مثلا طلب مننا النمبر اوف مول، هشوف كده يعني لما اجي اعملها بالماس مول على المولر ماس، طب ما ممكن اجيبها من القانون ده على طول، يعني امتى افرق بين اختار القانون ده او اختار القانون ده عشان ما اتلخبطش في المثال؟ لا على حسب الجيفن. لو انا اديتك ماس ماس ومولر ماس، هتجيبها عن طريق قانون الماس ومولر ماس. لو اديتك بريشر وفوليوم وتمبريشر، بص دايما هسيب المسائل والقوانين دي لوقت التوتوريال. ما هو التوتوريال ده ليه دخله ثانيه، يعني انا مش هدخل احل على طول، اكيد هلخص القوانين الاول واقول لك ايه، هعدي سمري الاول عن المحاضره. شكرا جدا. فسيب لعبه دكتور. المسائل دي للتوتوريال. ايوه شكرا دكتور. معلش سؤال. ايوه. هو حضرتك احنا استخدمنا الاس تي بي عشان نجيب قيمه الار. ايوه جدع. وحضرتك لسه دلوقتي بتقول ان احنا الار بتعتمد على قيمه البي وقيمه الفي على اليونت بتاعتها. صح، على اليونت مش رقم، على اليونت، على اليونت مش كرقم. يعني مثلا أيوه. لو جالي مثلا مساله مش في نفس الظروف اللي هي الاس تي بي، هتطلع برضو 82/1000. هو دلوقتي يا باشمهندس لو انا قلت لك 1 على 2 هي 2 على 4 هي 8 على 16 هي ريشيو. هي الار عباره عن ايه؟ ريشيو بتوين التوتال او الفاينل انسر هيطلع 1، بس ممكن القيم هنا تتغير، تبقى حاجه غير الواحد، حاجه غير ال 22/4، بس التوتال انسر هيطلع ايه؟ هيطلع، وطبعا حاجه غير النمبر اوف مول وحاجه غير التمبريتشر. المهم هيطلع برضو ايه؟ 82/1000 بالظبط. او انا بالظبط انا ثبتت كونديشن معينه حسبت منها الار. ليه؟ انا استغليت ان الار ريشيو وحسبت منها قيمه الار. واكيد اكيد طالما ريشيو هتطلع في اي كونديشن تانية برضو نفس الكلام، لان انت بس ايه اليونتس لازم تتاكد انها ثابته، عشان كده عملت لك الجدول ده. لازم تتاكد ان البريشر بالاتموسفير والفوليوم بالليتر، يبقى ساعتها تعوض 82/1000. طب تمام. ال اليونت الثانيه لو كان، طب هقول دي وبعد كده نسمع السؤال. اصبر بس،
نيوتن على متر سكوير والفوليوم بالمتر كيوب خلاص، يبقى ال R هتطلع 8.314. يبقى انت خلي بالك فاليو جديدة اهي، فاليو جديدة كتبتها بتعتمد على قيمة، بتعتمد على اليونت بتاعت البي والفي. لو لقيت البريشر بالباسكال اللي هو نيوتن على متر سكوير والفوليوم بالمتر كيوب، ما هو لازم يبقى متر كيوب عشان دي بالمتر سكوير، فالار هتبقى 8.314. طب ايه اليونت؟ ما هو انت اضرب البي والفي عشان تحط هنا اليونت. ايوه نيوتن متر بير ايه؟ مول ديجري. طب مين جدع يقول لي النيوتن متر دي بتكافئ ايه؟ جول. ايوه جول. القوه في المسافه، الفورس في الديستنس، بتساوي جول بير ايه؟ بير مول ديجري. علشان هجيبها لك ام سي كيو، انا بقول اهو، هقول لك ال 8.14 بتكافئ ايه اليونت بتاعتها؟ جول بالمول ديجري، ولا اجيب لك مثلا نيوتن في متر سكوير الخبطك بقى اشوفك انت فاهم ولا لا. فاليونتس دي مهمه جدا 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 بتاعه الار. طب الحاجه الثانيه اللي عايزك تعرفها من الجدول غير اليونتس، امتى استخدم الفاليوز بتاعه الار في المكان المناسب اعتمادا على قيمه البي والفي اللي موجودين في المساله، مش على القيمه سوري، على اليونت بتاعته. يبقى لو كان تاني، لو كان البريشر بالاتموسفير والفوليوم بالليتر هنستخدم ايه؟ ها الناس تقول معايا 0.082. طب لو كان بالباسكال وكان بالمتر كيوب 8.314. اليونتس بتاعتهم ايه لو كانت ليتر؟ يبقى اتموسفير ليتر بير مول ديجري. بير مول كلفن او مول ديجري يعني. بس لازم نعرف ان اللي بعد البير ده ثابت، ثابت في كله، انما مين اللي بيتغير؟ اللي هو بتغير؟ فوق اللي هو البوست يعني. بس كده تمام كده احنا فهمنا خلاص. في اي مشكله كده؟ ها لا كده تمام. تمام طيب هنشوف بعد كده استاذ. ايوه اتفضل. ممكن ترجع ل تي؟ عاوز اعرف بس التي والكلفن و273، عاوز اعرف المعطيات بتاعتها فين دي؟ في القانون العام. انت عايز تعرف ايه المعطيات؟ مش فاهم. التي قلت البي بي اي تي ام والتي سي و273. اي هو اصلا بحول مثلا قصده على ايوه دي الحديث. ايوه ممكن تقراها؟ مش فاهم من انا، بس انا عشان مش فاهمك قوي، بس يعني اقرا. هي دي يا دكتور، هي دي يا دكتور، الحته دي يا دكتور، عايز حضرتك تقرا عشان يكتب المعطيات ورا حضرتك. لما البريشر بيبقى بالاتموسفير أيوة. طيب هو لو في الجروب بتاع الواتساب انا هبعت، انا كاتب كده كده مش لازم يعيد يعني الدكتور. معلش خلينا بس يمكن هو يعني ممكن يربط اللي بعد كده بالحته دي. طيب البريشر 1 اتموسفير 1 ATM. ATM temperature 0 degree celsius خلاص، 0 degree celsius equal 273 كلفن. النمبر اوف مول 1 مول MOLE. الفوليوم 22.4 لتر خلاص. ايوه ماشي تمام. الجدول ده بيقول لك الاس اي يونت اللي بستخدمها عشان اعوض بالار. في حاجه اسمها اس اي يونت، انت اكيد عارف من الفيزيكس ان في حاجه اسمها اس اي يونت، يعني في حاجات بتحب تشتغل مع حاجات. فجينا قلنا وحفظنا مع بعض ان لما الاي تي ام بيكون موجود مع الليتر بستخدم 82000، لما يكون باسكال مع متر كيوب بستخدم 8.14. واليونتس بتاعتهم ايه؟ في اي مشكله دكتور؟ معلش هو دالتون لو ده احنا خدناه ولا لا لسه؟ انا كل ده لسه بعد ما انا بص ما انت رتب، لو انت بتكتب ورايا هتعرف الترتيب. احنا اخدنا الاي بي سي وبعد الاي بي سي جينا بي في ايكوال ان ار تي، وبعد بي في ايكوال ان ار تي لقينا ان في الار. احنا مش احنا اتكلمنا على ده لوحده وده لوحده والان لوحدها والتي لوحدها، فاضل الار. يبقى احنا كده اتكلمنا على خمس حاجات. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ الترتيب ماشي كده. بعد ما اتكلمنا على الار واليونتس والجدول والكلام ده، هنخش دلوقتي ازاي احسب الدنستي بتاعت الغاز. نكتب كده عنوان الدنستي اوف جاز. الدنسي اوف جاز، عارفين يعني ايه الدنسي؟ كثافه. الكثافه بتاعته كثافه الغاز. بص بقى الموضوع حلو جدا.
لو انا قلت لك بدايتي من البي في الفي ايكوال ان ار تي، بي في ايكوال ان ار تي، ينفع اجيب منه الدنسي؟ اه يا دكتور ينفع نجيب منه. طب ازاي يا دكتور؟ هقول لك ممكن نجيل الفي ونعوض بام على الرو. ايوه بص احنا كده كده الدنسي هنقول عليها دي مش رو، الدي دي في الرو دي في الفيزيكس، هنا بنقول عليها دنسي. ده رقم واحد. رقم اتنين احنا هنشيل وهنحط حاجه، بس ايه اللي هنشيله وايه اللي هنحطه؟ تعال بص كده، هنشيل النمبر اوف مول ونحط مكانها ايه؟ ماس على المولر ماس في الار في التي. انا كده عملت حاجه ما غيرتش اي حاجه غير ان انا شلت الان وحطيت مكانها القيمه بتاعتها. طيب هشيل ايه؟ مش هشيل بقى حاجه، هعمل بس تعديل بسيط عشان اوصل للدنستي. ايه رايك نجيب الفوليوم تحت هنا مكان الام كابيتال، ينفع ولا ما ينفعش؟ ايه رايكم كده؟ هي الماس على الفوليوم دي بتفكرك بايه؟ الدنسي الدنسي هي ماس على الفوليوم، اللي هي كتله على الحجم. الدنسي دي كتله على الحجم او ماس على الفوليوم. فانا قدرت ان انا احصل على العلاقه من البي في الفي ايكوال ان ار تي بمنتهى السهوله. يبقى معنى كده اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان البي في الام ايكوال الدي ار تي. خلاص. طب انا عايز اجيبها في طرف لوحدها، يبقى اقول ايه؟ علشان يا جماعه لما اقول لك كالكوليت الدنسي في الامتحان انت مش هتقعد تعمل لي كل ده، اكيد اكيد، وفي النهايه برضو انت مش يعني انت مش هتحفظ، يعني انت امتى تعمل كل ده لو نسيت القانون؟ بس انت من كتر الحاله المفروض تكون فاهم. يبقى البي في الام على ايه؟ على ار تي. طبعا الدنس دي طبعا بتيجي كتير جدا، اقول لك الكوليت الدنس بتاعت الغاز، فلازم تكون حافظ الفاينل فورما اللي هي البي ام على ار تي. طب ليه يا دكتور انت مدينا البروف؟ علشان لو وقعت في الامتحان او ان انت في السؤال نسيت حاجه، افتكرت يا ترى هي الام كابيتال ولا سمول، تبتدي تعرف القانون من الاول وتثبتها سريعا كده في اقل من دقيقه، وتستخدم القانون في المساله عشان ما تطيرش منك يعني. يبقى الدنسي هي عباره عن البي ام على الار تي، تتحفظ الفاينل فورمولا دي عشان نحل بيها على طول في التوتوريال ان شاء الله بكره. بي ام على الار تي، يبقى عرفنا ازاي احسب الدنسي بتاعه الغاز من البي في الفي ايكوال ان ار تي، وصلنا في الاخر ان هي بتساوي بي ام على ار تي من هنا. خلاص كتبنا؟ تمام. الحاجة التانية اللي عايزين نحسبها من الايديال جاز لو، نوصل الجنرال جاز لو، حاجة اسمها الجنرال جاز لو. الجنرال جاز لو القانون بقى اللي هو العام، القانون العام. طب يعني ايه قانون عام؟ يعني في مسائل كده يا جماعه، او في ساعات بتبقى اكسبيرمنتال، يعني حاجات بتبقى موجوده في كونديشن بدائيه انيشال ستيت، وحاجات يعني ونفس الكونديشن دي لما بتيجي تغيرها بتبقى فاينل ستيت. يعني لما انت جيت تسخن الغاز درجه الحراره بتزيد، فاكيد انت عندك من تمبريتشر درجه الحراره او تمبريتشر زادت لتمبريتشر ثانيه، البريشر اتاثر فالبريشر اتغير، فانت عندك انيشال ستيت. لو انت عندك في المساله انيشال ستيت، initial state و final state، تتصرف ازاي في الحاله دي؟ بص ال initial state دي هو نفس الغاز ونفس كل حاجه، بس جيت سخنته وضغطته بتاع البارامتر كلها اتغيرت معاك، فتعمل ايه؟ هتطبق هنا بي في الفي ايكوال ان ار تي، بي في ايكوال ان ار تي في ال initial state، طبعا انه غاز، من حقك طبعا، من حقك 100% لانه غاز وفي في كونديشن معين، بس هكتب هنا ايه؟ بي 1 في 1 ان 1 تي 1 والار ثابت ما بنقولش عليه 1 و 2. طب الفاينل ستيت او البي 2 في 2 ان 2 ار تي 2 2 طبعا لان دي الفاينل ستيت. طب حد ملاحظ حاجه؟ لو 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 جبت هنا الار في سايد واحده، ايوه، هتساوي ايه؟ بي 1 في 1 على ان 1 تي 1، وهنا الار برضو نفس الكلام لانها ريشيو، يعني ما في، اللي كان لسه بيسال من شويه دي توضح لك المعلومه اكتر، ان سواء فاينل ستيت او انيشال ستيت في النهايه الريشيو هتطلع بالار. يبقى اقول ايه؟ بي 2 في 2 على ان 2 تي 2. الله، طب مش الار بتساوي ده وهنا الار بتساوي ده، يبقى ده بيساوي ده، صح ولا غلط؟ يبقى البي 1 في 1 على ان 1 تي 1 ايكوال بي 2 في 2 على ان 2 تي 2، كل ده بيساوي الار،
صح والغلط طبعا انا هبروز ده كده عشان ده اللي هستخدمه في المسألة. طب امتى استخدمه؟ امتى استخدمه دكتور؟ لو ادى 2 بي 2 في 2 تي لو لازم هيديك اتنينات 2 من كل حاجة عشان تعرف تجيب اللي ناقص. يعني مثلا انا عايز اجيب اول عشان العزيز لو انا عايز اجيب مثلا ده عامل علامة استفهام عايز اجيب الفي 2 يبقى لازم يدينا ايه؟ لازم يدينا 2 بريشر وواحدة الفوليوم الاولانية واتنين تمبريتشر واتنين نمبر اوف مول لازم يديهم لي كلهم في المسألة. لا يعني مفيش اي مخرج عشان تعرف تجيب الفوليوم اللي هو عايزه. طب افرض خلالك ده اللي انون اي حاجة بقى يخلالك انون يخليلك التي انون يخليلك يبقى انت جاهز بالقانون. طبعا انا نونيد ان انا اعمل او مفيش يعني ملهاش لازمة ان انا اعمل كل ده من الاول عشان تجيبه القانون. انت بتحفظه علشان تعرف تحل بتعرف عشان تعرف تحل على طول لما تجيلك الحاجات دي. في اي مشكلة لحد دلوقتي؟ بصوا يا جماعة السمستر ده هنلاقي تغيير في المنهج عن السمستر الاولاني بكتير. يعني هنلاقي في حاجات في شابتر 1 يعني في الخطه الجديده اتحذفت يعني من الشرح يعني. فعايزك تركز معايا كويس جدا علشان تعرف ايه اللي عليك. دكتور هاي هو الدنسيتي بالجرام بير ليتر؟ اه طبعا. هنشوفها في المسائل يعني كل الحاجات دي هنخليها يعني المسائل. هو يقول لك كالكوليت الدنسيتي ان جرام بير ليتر هنشوف بقى التريكس دي يعني هنتعامل معاها ازاي. حضرتك اخلص 2:30 بالظبط ولا بعديها؟ لا بالعكس انا اعتبر يعني انا مش عايز غير 5 دقايق كمان. انا سايبكم تكتبوا واقل من 5 دقايق هكون مخلص دلت اللون. ماشي دكتور معلش كده... ايوه هو حضرتك قلت الدرجات بتاعه الماده ودرجات الميد ودرجات الفاينل والحاجات دي ولا لا؟ دي هنقولها في اللاب ان شاء الله. طب تمام. يعني بص عايزين وقت المحاضره ده يبقى يعني ايه بنستفيد بيه بقدر يعني المنهج لذيذ وجميل جدا وهتحبوه وهتعرفوا تحلوا ان شاء الله. عايزين في وقت المحاضره يعني مش عايز اتطرق لكلام جانبي غير ان انا اعرفكم طبيعه الكورس ده الاهم. انما الدرجات كده كده هتبقى معروفه يعني وهتتقال في المعمل وانت كده كده يعني الامتحان مش بكره يعني. فالحاجات اللي ممكن ناجلها في كمعلومه بناجلها للمعمل يعني. طيب في معلش حاجه ثانيه هو حضرتك مش هنخش بالامتحان بورقه القوانين زي مثلا الفيزياء ولا؟ بص الموضوع ده طبعا يعني بص يعني ورقه قوانين دي يعني صعبه جدا في الكيمستري كده. انا بديك الحل يعني الموضوع بالنسبه لنا يعني عارف احنا مختلفين تماما عن الفيزيك. يعني دايما في الفيزيكس عندهم الـ يعني الماس غير الويت بيضربوا في الجرام. احنا عندنا الماس هو الويت. ففي كونسيبت يعني عامه يعني في طريقه حل المسائل انت محتاج فورمولا شيت في الفيزيكس بس في الكيمستري انت مش محتاج. تمام شكرا جدا. العفو. هو دكتور ايوه هو التوتوريال بكره ولا علينا فيزيكس بكره؟ التوتوريال اسبوع ان شاء الله بكره. الدور على مين بكره؟ كيمستري؟ تمام. اولا التوتوريال في الفيزيكس يعني التوتوريال اول اسبوع في الفيزيكس يعني انتوا اخدتوا محاضره اصلا فيزيكس النهارده الصبح قبل دي بالظبط. وقال لك ايه في المحاضره؟ مين اللي بيديك فيزيكس؟ هو دكتور المفروض التوتوريال بتاع الفيزيكس هيبدا من الاسبوع الجاي حسب الخطه يعني والدكتور بتاع الفيزيكس قايل لنا كده. يبقى احنا الاسبوع ده ما انا بس باكد عليك ان يعني المعلومه جايه لي ان في اللاب احنا بنبدل معاهم حتى في اللاب. احنا اللاب الفرد الاسبوع ده وهم الزوجي والتوتوريال احنا الاسبوع ده. كل وقتنا يحضر ولا حائل ولا سكشن معين؟ ايه؟ لا كل في التوتوريال الكل بيحضر. هعمل ميتنج تايم وهتخشوا عليه زي ما حصل النهارده
وكل جروب يعني كل يعني كل السكاشن موجوده في الجروب من 1 ل 7. هو احنا كده دكتور النهارده مش هناخد رقم 4 اللي هي دالتون سلو؟ لا 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 هقولها طبعا هقولها عشان نحل عليها بكره. خلاص ماشي. انا قلت لزميلك دلوقتي انا محتاج 5 دقايق كمان. طيب دالتون سلو، بص بقى دالتون ده راجل ظريف جدا، عمل حاجه ظريفه برضو. قال ايه؟ قال يا جماعه ان مفيش حد في العلماء اللي فاتوا درس الميكشر، ميكشر يعني مخلوط، مفيش حد درس الميكشر للجاز. قال لك انا هدرسها واشوف تاثيرها عامل ازاي. تعالى كده نشوف يعني ايه ميكشر. يعني يا باشمهندسين لو انتوا عندكم دلوقتي كونتينر، الكونتينر ده فيه تو جازز اهو المدور ده وفيه باللون التاني اللي هو الايه، يبقى انت عندك غاز واحد في الكونتينر ولا اكتر من غاز؟ اكتر من غاز. وليكن مثلا ان الاحمر ده هو اللي نقول عليه بي، والازرق ده هنقول عليه ايه؟ خلاص ايه. لو انا جبت جهاز هنا يقيس الايه، الضغط، جهاز بيقيس الضغط، هيقيس ايه؟ هيقيس ضغط كل غاز لوحده ولا هيقيس حاجه اسمها البي توتال؟ البي توتال. هيقيس التوتال بالظبط، هيقيس التوتال. يبقى انت هنا هتقيس البي توتال بتساوي البي اي بلس البي بتاعت البي بلس لو عندك 3 و4 انسون. يعني الموضوع ايه، بيعتمد على انت عندك كام غاز في الميكشر. وروح بباروس كده، يبقى دالتون لو قال لك ايه، ان البي توتال بتساوي مجموع الضغوط اللي موجوده في الكونتينر ده، بشرط ان انا يكون عندي ايه، ميكشر. ميكشر، ميكشر يعني مخلوط، خليط من الغازات. اتفقنا؟ طيب احنا طبعا اتفقنا لازم نعرف البارامترز. البي توتال دي اسمها ايه؟ نكتب كده توتال بريشر. البي اي دي اسمها ايه؟ البارشال بريشر. يعني ايه بارشال بريشر؟ ها مين جدع يقول يعني ايه بارشال بريشر؟ الضغط الجزئي. جزئي يعني جزء. ايوه يا جدع، الضغط الجزئي. ليه؟ لان الاي ده جزء من الميكشر. يعني الاي ده هو الميكشر كله ولا جزء من الميكشر؟ جزء منه. طب والبي؟ جزء منه برضو. يعني عشان كده البي توتال اسمها التوتال الكلي والبارشال الجزئي. طب البي بي بقى اقول عليها ايه؟ بارشال بريشر برضو، صح؟ يبقى لما يقول لي يا جماعه في المساله كالكوليت البارشال بريشر، مين جدع يقول لي هطبق قانون ايه؟ اكيد دالتون، صح ولا غلط؟ يبقى دالتون الوحيد اللي بقول فيه البريفر بسميه بارشال بريشر. بسميه ايه؟ طبعا كل ده هنشوفه في التوتوريال، لان انا قلت لك في الاول لزمايلكم لما كانت بتسال قلت لها كل حاجه ليه في كيوردز معينه، لما بلاقيها في المساله بروح للقانون. فانت مش محتاج لفورمال شيت ولا محتاج يا صح بقى باشمهندس اللي كنت بتسال على فورمال شيت، تسال بقى هو في كيوردز ولا لا. الكيورد دي مفتاح المساله اللي هيخلينا اطبق القانون. لان احنا لما ناخد، احنا ناخد مثلا 10 شباتر، القوانين كلها تخش ببعض. لو انت مش عارف تصنف المساله انت مش هتحلها. اصنفها يعني ايه؟ اعرف القانون اللي هحل بيه من الكيوردز الموجوده في المساله، وده اللي هنتعلمه مع بعض في التور ان شاء الله. بس مش هينفع نعمل ده الا لما نذاكر كويس جدا. فيعني بعد اذن الناس المحاضره تذاكر كويس جدا 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 ان شاء الله، حتى يعني بكره الصبح او النهارده، علشان بكره في التوريال تكون حاضر او دماغك حاضره في حل المسائل، وتكون مجهز الكالكوليت وبتحسب معايا وقت المذاكره بقى. خلاص؟ طيب فجه دالتون قال لك انا بقى ايه؟ انا عايز اجيب البريشر البي اي، عايز احسبها. قال لك يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اعرف نسبته. ما هو يا جماعه لو انا قلت لك ان ده 30% الاي ده 30% يبقى البي كام؟ 70%. لو انا قلت لك ان الاي ده 40% يبقى البي 60%. يعني المهم لازم الاثنين يكونوا 100%. انت طبعا عارف انت حاطط ايه. يعني انت لو حاطط 20% من الاولاني يبقى الثاني 80%، صح ولا غلط؟ يبقى قال لك عشان اجيب الضغط بتاع الايه ده هضرب النسبه بتاعته. النسبه دي مش هنقول بقى 70 وكده، لا هنقول ايه، ولا هنقول 30، هنقول اكس اي. في مين؟ في البي توتال. الاكس دي اللي هي النسبه، هنا الاكس اي وهنا دي الاكس بي. الاكس نسبه وجود الغاز وهنعرفها دلوقتي. البي بتاع الغاز الثاني بتساوي الاكس بتاعته نسبته في البي توتال، صح ولا غلط؟ يعني انت هنا لو عندك البي توتال 2 اتموسفير يبقى بتضرب ايه؟ 30% من ال10.
لو عند البي 70% من العشر صح ولا غلط؟ يبقى لما انت يكون عندك البي توتال تضربه في النسبة بتاعت الغاز يديك البارشل بريشر بتاع الغاز. البي توتال في النسبة بتاعت البي تديك مين؟ البارشل بريشر بتاع الغاز بي. ونعرف كده الاكس ايه المول فراكشن اللي هي نسبة الغاز، الاكس بي برضو اللي هي المول فراكشن بس هنا بتاعت الغاز ايه وهنا بتاعت الغاز بي. خلاص؟ طب مين جدع يقول لي المول فراكشن بتاع الاثنين لازم يساوي ايه؟ الاكس ايه بلس الاكس بي ايكوال ايه؟ 100. ايوه برافو. بص بص كلكم برافو كلكم تمام. بس اللي قالت 100 او اللي قال 100 واللي قال 1 اللي قال 1 صح. اللي قال 100 100 على 100 بكام؟ ما هي نسبة مئوية فهتبقى 1%. بس بالظبط بالظبط جدع. يبقى انا بقول مول فراكشن يبقى انا بتعامل بقى في ايه في الاكس دي؟ بتعامل ب 0.2 0.8. يعني انا لو حطيت الاكس بتاعت الاي ب 0.2 يبقى البي ب 0.8. لو 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 ب 0.3 يبقى الثاني ب 0.7 وهكذا. يبقى انت لو عرفت واحد انا مش هديك الاثنين، انا هديك واحد واخفي لك الثاني. فانت لازم تكون عارف تجيبه ازاي. انت عارف ان مجموعهم بواحد، فلو اديتك واحد تعرف تجيب التاني. مفهوم الحته دي؟ وهديك البي توتال والمساله مباشره جدا وهتحسب منها البي اي. قد يقابلنا مساله كده فيها فكره هنشوفها في التوتوريال. بس دالتون كده في مشكله ان هو بيتعامل مع ميكشر البي توتال بيساوي مجموع البريشرز الموجوده، الضغط الجزئي بيساوي اللي هو البي اي بيساوي نسبه الغاز في البي توتال. التاني برضو نسبه بس النسبه بتاعته هو في البي توتال. اتفقنا؟ طيب الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها بالنسبه لي ان قانون دالتون مش بيعمل لي حاجه غير اني بجيب منه البريشر بتاع واحد فيهم. بجيب بقى انا دلوقتي دالتون ده بيفيد بايه؟ ان انا بجيب الضغط الجزء اللي جوه. انا لو حطيت جهاز يقيس لي الضغط المايك، بس لو حطيت جهاز يقيس لي الضغط هيقيس لي ضغط ايه؟ ضغط واحد بس. انا عايز اعرف الضغط بتاع الاي بس، عايز اعرف الضغط بتاع البي بس. فهعمل ايه؟ لازم اضرب النسبه بتاعته في البي توتال. مش الاي بس، انا عايز اعرف كمان ضغط البي. اضرب النسبه بتاعته في البي توتال. واحد يقول طب ما انا عرفت ضغط الاي وعارف التوتال اجيب التاني. اه ده شغل المسائل ما فيهاش مشكله، هنشوف يعني اقل طريق نحل بيه المسائل. بس خلينا نشوف دلوقتي ان هنا في الـ في الـ في البارشل بريشر طريقه حساب. يبقى دالتون لو استفاد زي ما الباشمهندس قالت دلوقتي، برافو عليكي، ان هو بيقيس طريقه قياس البارشل بريشر اللي موجود في الميكشر. خلاص بعد اذنك يا دكتور. ايوه، هو ليه لازم يكونوا ميكستشر؟ يعني لو مش متحدين كيميائيا برضو ما ينفعش تطبق القانون ده؟ لا، ما هو لو متحدين كيميائيا مفيش اكس، يعني هي مفيش حاجه اسمها بي توتال. هتبقى البريشر اللي عندك هو اللي موجود. يعني ما هو انت خلي بالك من حاجه، انت دلوقتي دالتون قال لك ايه؟ انا عشان اقيس كل ضغط لوحده كل غاز، قال لك انا قدامي حلين، يا اما اشيل كل غاز احطه في كونتينر لوحده بنفس الكميه واحسبه لوحده، بس ده براكتيكلي مكلف عشان تجيب كونتينر وتجيب جهاز وتقيس كل واحد لوحده، ولا تحسبها من القانون. انت عارف نسبه كل واحد، يعني مين اسهل، انك تجيب كل غاز تحطه في كونتينر لوحده وتقيسه، ولا تحطهم مع بعض، ولا تحطهم مع بعض وانت عارف النسبه تقدر تجيبها ثيوريتيكلي؟ تمام، فهمت؟ اه فهمت. تمام، الحته ايوه. هو ممكن يا دكتور بعد لما اجيب اللي هو الباشيال بريشر ممكن يدخلني في يكون عايز حاجات تاني مثلا؟ اكيد اكيد اكيد، بي في ايكوال ان ار تي وقصص. يعني خلينا بس ايه حاجات، يعني ايه، برافو انك بتربطوا على فكره القوانين ببعضها، وبرافو جدا ان انتوا يعني دماغكم حاضره في الحته دي، انا مبسوط جدا. بس يعني ده طبعا في المسائل هنشوفه، يعني الدنيا كلها يعني ايه، مش مفيش مساله بي في ايكوال ان ار تي بس، مفيش مساله لا، المسائل كلها بيخليك تستخدم كله مع بعض. انا عايز اسال سؤال، مش عارفه هو سؤال ذكي ولا لا، بس هو مش كل غاز بيبقى ليه بريشر مختلف عن التاني؟ فانا لو معايا النسبه وضربتها في البريشر الكلي مش هبقى عارفه هو ده بالظبط، يعني النسبه اللي انا طلعتها بتاعته دي اكيوريت ولا لا ولا ايه؟ لا، ما احنا كده احنا بنقول ده ايه، ده ثيوريتيكالي. ما هو اكيد لو جيت حطيتي نفس الكميه دي
في كونتينر لوحده وجيت قستيها، هتلاقي يعني البراكتيكلي بيفرق عن الثيوريتيكلي دايما. حتى يعني حتى انتوا دخلتوا لاب فيزيكس وعارفين يعني ايه براكتيكال وثيوريتيكلي، يعني حتى انتوا كمان لما تيجوا توصلوا لاين في الفيزيكس ما بيطلعش ستريت لاين لما تيجوا ترسموا الكيرف. فدايما انتوا يعني بالنتائج البراكتيكلي بتختلف عن الثيوريتيكلي، بس مش اختلاف جذري. فقال لك خلاص انا اعتمد على القيمه الثيوريتيكلي ان هي دي قيمه الضغط. بس يعني تمام يعني هو اصلا مش هيبقى مثلا عندي واحد نسبته قليله جدا بس البريشر بتاعه اعلى، مش هتحصل. لا 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 مش هيحصل خالص. ويعني الفروقات اللي لقاها في بين البراكتر والسكر طفيفه جدا. فقال لك خلاص انا هسيبها ثيوريتيكال لان هي اوجع دماغي ليه، واجيب كونتينر وبريشر وكونتينر تاني واقيس ويست تايم، وكمان الاكويبمنت مش هتساعد يعني الاكويب يعني مكلف كوستك ويست تايم وكوستك الموضوع. تمام. فالموضوع لازم يكون فاليبل ولازم يكون يعني يكون ايكونوميك. فلو كان النتائج عنده المعادلات اقدر احسب بيها البرشر بريشر يبقى وفرت لي كتير. طيب تمام ماشي جدا. هنشوف هنا بقى الاكس ايه. معلش بس اقول الحته دي الاكس ايه، افرض انا مش مديها لك هتحسبها ازاي؟ الاكس ايه انا ما اديتهالكش، مين جدع يقول لي الاكس ايه او الاكس بي؟ هيبقى معانا الاكس بي او واحده فيهم ويبقى 1 ماينس واحده. لا لا طبعا هجيب عدد المول بتاع البي اي اللي هو البريشر اللي هو بتاع الرمز الايه على عدد المولز اللي هو بتاع البريشر كله اللي هو مديها لي اللي هو البي اي اللي هو العدد المول كام. بالظبط بس مش عارف تعبر. انت مش عارف تعبر. بص انت برافو عليك. طبعا انا هشرح لكم مثال بسيط. انا دلوقتي قدامي على البارتيسيبنت في المايكروسوفت تيمز 273 بي، خلاص انا عايز اجيب نسبتي في ال 273 هعمل ايه؟ هقول 1 على 273 صح؟ طيب في واحد في الجروب اسمه مثلا عبد الله ياسر عايز اجيب نسبتي انا وعبد الله ياسر يبقى 2 على 273 صح ولا غلط؟ صح؟ تمام. انا هنا عايز اجيب نسبه الايه؟ يبقى عدد مولات الايه هو اللي فوق على التوتال نمبر اوف مولز صح ولا غلط؟ صح. تمام ايوه بالظبط. والاكس مش مضروب في 100 دكتور؟ لا 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 الاكس احنا قلنا بقى الاكس ما بنتعاملش في 100%، احنا قلنا بنتعامل بفراكشن. الفراكشن ده يبقى لازم اللي في المقام يكون الاكبر التوتال هو اللي تحت. والاكس بي انا عايز اجيب البي، يبقى البي هي الايه؟ ها؟ اللي فوق. يبقى ان بي على ان توتال؟ يبقى ان توتال. برافو عليك. ويبقى احنا كده ده لو ايه؟ ده لو ما طلبش، يبقى اذا لم يعطي الاكس. يبقى نستخدم الحاجه دي امتى؟ إذا لم يعطي الإكس بنجيبها عن طريق الـ NA على الـ NTotal أو الـ NB على الـ A على الـ NTotal. واحد ناصح بقى يقول لي طب يا دكتور أنا عايز ألخص ده حاجة بقى المفروض أنتوا يعني هنقولها في السمري بكرة، بس هقولها لك دلوقتي عشان تعرف وأنت بتذاكر النهاردة أو بكرة تعرف تلخص أنت مع نفسك. هتقول لي الإكس مثلا اكس ايه قدامي ليها سكتين، اروح انزل كده بسهمين يا اما ان ايه على ان توتال يا اما بي ايه على البي توتال. ما هو مش انت الاكس اصلا موجوده في قانون الـ مش البي ايه ايكوال اكس ايه في البي توتال؟ افرض انا طلبت منك الاكس وديتك ده وده يبقى ده على ده صح ولا غلط؟ اهو. يبقى انت لازم تشوف اخرك في القوانين. يبقى انت السمري ده يا جماعه هعمل لكم بكره سامر ان شاء الله للقوانين دي. بعلمك فيه في الاكس ده ان انت بتحصر. انا هختبرك في ايه في الاكس؟ لو انت عملت كده في كل ليكشر انت كده مش محتاج حاجه. يبقى يا اما اخليك تجيبها عن طريق ان على ان يا اما البي على البي. ده بالنسبه والاكس بي برضو نفس الكلام يعني. خلاص؟ ايوه يا شباب. تمام. تمام دكتور. طب ينفع بتاع ال ان ال ان تيجي من انت؟ انا دلوقتي لسه قايل لزمايلك ان انا البارتيسيبنت على الجروب 273 ده على الجروب التيم اللي احنا متجمعين فيه دلوقتي بيا، يعني كلنا كده على بعض عددنا 273. طيب انا عايز اجيب نسبتي انا هعمل ايه في ال 273؟ هقول 1 على 273 بالظبط. عايز اجيب نسبتي مع واحد تاني موجود في الجروب اهو في الليست عندي اسمه مثلا علاء الدين، يبقى انا وعلاء نسبتنا كام؟ 2 على 273 ده نسبتنا وهو. فعامه لو عايز اجيب اي نسبه يبقى اللي فوق
طبعا انا العدد في بالنسبه للجهاز هو ايه؟ عدد المولات. يبقى عدد المولات هو اللي يتحط فوق على التوتال نمبر، وبالمثل بالنسبه للبي عدد مولات البي على التوتال نمبر. تمام شكرا. ولخصنا الاكس اهي، قلنا بتتجاب بسكتين. حضرتك يا دكتور بس هو احنا لو طلعنا دلوقتي عادي ولا حضرتك هتحاسبنا على الغياب؟ عندنا بس معمل معمل ايه؟ الكتريستي الساعه 2:30. انتوا في انتوا في ده في اللاب صح؟ ده في قصدي في الاونلاين. اونلاين؟ لا لا في الكليه، احنا دلوقتي في الكليه. طب خلاص انا فاضل لي بالظبط الستيت بتاع دالتون لو وخلاص. عايز يعني هي سهله جدا ما فيهاش حاجه، الستيت بس، الستيت المنطوق بتاعه. هو احنا بس الستيت. عشان جروبين يا دكتور، بس عشان احنا جروبين، جروب 1 وجروب، وفي ناس من جروب 6 عندكم دلوقتي. يعني جروب 6 عنده حاجه دلوقتي تقريبا. طيب لا ممكن جروب 6، لا جروب 6 فاضي، ما فيش حاجه دلوقتي على جروب 6 خالص. بص انا هكتب الستيت، مش هتاخد دقيقه وبعد كده اخرجوا زي ما انتوا عايزين. خلاص مش هقول حاجه بعد كده. الستيت بتاع دلت اللو ذا توتال بريشر اوف ا ميكشر اوف جازز that don't react، لازم ما يتفعلوش، عشان لو اتفعلوا هيدينا طبعا مركب واحد. that don't react is equal to، احنا قلناها بس بنصيغه بس في طريقه كلاميه كده بحيث ان انت ايه تبقى فاهم، يعني equal to the sum of all، the sum of all partial pressures present، مجموع الضغوط الجزئيه اللي موجود. تاني اهو هو ده التوتال بريشر، ده اللي قلناه في الاول، مجموع التوتال بريشر بتاع ميكشر اللي هو البي توتال بيساوي مجموع الضغوط الجزئيه اللي موجوده. بس كده ده انا كنت عايز اقوله. ومهم جدا ذا دونت رياكت، عشان ذا دونت رياكت دي معناها ان هما لازم ما بيتفعلوش، كل واحد بيتحرك مستقل. لو اتفعلوا هيدينا مركب واحد، فمش هيبقى عندي ميكشر. خلاص اللي عايز يخرج يخرج ان شاء الله. اشوفكم بكره في التوتوريال. تكونوا مذاكرين. يعني التجربه الاخير ده ممكن ايه؟ ممكن التجربه الاخير، القاعده الاخيره دي ذا توتال بريشر اوف ا ميكشر اوف جازز ذا دونت رياكت ابو ريما انا عاوز افهم هو equal to the sum of all partial pressures present بيساوي مجموع الضغط الكلي لخليط من الغازات اللي ما بيتفاعلوش مع بعض بتساوي مجموع الضغوط الجزئيه اللي موجوده. هو ده اللي قلناه فوق، البي توتال بتساوي البي اي بلس البي بي بلس السي وهكذا. تمام خلاص. هو في ريفرنس معين احنا ملتزمين بيه؟ يعني في ريفرنس اصلا معين ولا احنا انا شغال من كتاب شانج والكتاب بتاع الجامعه نفسها اللي هو موجود في مكتبه دار المهندسين اللي بره، ده اللي انا شغال منه. كتابتك ورايا كافيه، عايز تجيبهم مفيش مشاكل، ده يعني سبورت ليك وممكن انت تقرا فيهم اكتر يعني. بس انا مش مطالبك بيه، يعني انا مش عايزك تقرا في حاجه تانية غير المحاضره. لو انت عايز ده ما تمام، دي حاجه بتاعتك. كتاب المحاضره وكتاب الكليه ولا كتاب الكليه سمرايز، كتاب الكليه سمرايز التكست بوك، يعني ملخص التكست بوك والمحاضره ملخصهم هما الاثنين. فاز يو لايك، يعني عايز تجيب الكتاب تحل اكتر مفيش مشاكل، بس التكست بوك يعني عشان برضو ايه مش كل حاجه بنقولها فيه. التكست بوك كبير قوي، يعني انت عشان تجيب كتاب مثلا 1500 ورقه عشان تقرا فيه مش هتعمل ده. انا عارف انا بقول لك ايه، انت مش هتعمل ده دلوقتي، انت تكون مضغوط بمواد تانية فمش هتلحق تعمل ده. فيا ريت تكتفي بالمحاضره بس عشان ما اوجهكش غلط، او يعني ايه تقع في النص يعني، لان ساعات التكست بوك بيوجهك اتجاهات مختلفه.
على حسب يعني احنا دعوة هنا بنوجه اتجاهات على حسب يعني طبيعة المنهج وطبيعة حاجات معينة يعني كده. طب دكتور هو مش هيكون في سلايد فيها المنهج يعني هتبقى الكتابة بتاعتنا بس؟ الكتابة بس ما نقول في كتاب الجامعة كتاب القسم نفسه منزله ده يعتبر السمرايز للتكست بوك وده اللي انا بشرح منه انما حوار برزنتيشن جربناه قبل كده مش فعال يعني البرزنتيشن مش حاجة كويسة هتلاقوا يعني انا ممكن يعني تخيلوا ان انا دلوقتي فتح برزنتيشن وبقراه هل المادة تتفهم كده ولا لا ولا تكتبوا ورايا وان بقى في انتر اكتف واسئلة هي طبعا كل مادة ليها طبعتها كل مادة ليها طبعتها يعني في مواد ينفع برزنتيشن وفي مواد ما ينفعش فيها البرزنتيشن دي. تمام شكرا يا دكتور. هو احنا كده خلصنا شابتر 1؟ لا طبعا احنا خلصنا بارت 1 من شابتر 1 لسه الريل جاز والورك هناخدهم ان شاء الله في الليكشر الجاي. انا طبعا مش من عادتي ان انا باخد وقت بره المحاضره بس عشان حصل ان احنا دخلنا متاخر النهارده واسئلتكم يعني اخدتها في النص وكده عشان بس اول محاضره يعني نفهم بعض وكده بس العاده انا بخلص على وقت المحاضره وقبل المحاضره كمان لو انتوا يعني دكتور معلش في زي خريطه للمنهج او حاجه طبعا في اكيد في خريطه امال احنا ماشيين كده لا مش قصدي انا قصدي يعني انا اعرف احنا ماشيين في يعني اسماء عناوين مثلا او الشباتر في كده دكتور ممكن ترجع لاول صفحه ايوه يا باشمهندس انا معاك بص هي الخريطه اللي هي قصدك الكونتنتس يعني بتاعه كده بالظبط الشابتر اللي هي الكونتنتس بتاعه المنهج يعني طب خلاص يبقى دي موجوده في الكتاب الكتاب يعني معايا عايز تعرف اي وقت يعني مثلا ممكن يعني اللاب في بص هتعرف في اللاب عشان بس يعني مش عايز اقول يعني اقول الكلام ده دلوقتي ان اللاب اوبن بوك امتحان اللاب اوبن بوك فلازم كتاب اللاب يبقى معاك فاللاب كده كده كتابه معاك تمام بالك تمام ايوه قديمه فاللاب ده على جنب انما عايز تعرف الفهرس بتاع او الكونتنتس بتاعه النظري ايوه ممكن تصورها من عندي يعني مفيش مشاكل يعني لو انت في مشكله يعني ان انت تحصل على الكتاب يعني من اي حد اكبر منك او تشتريه او كده تقدر ان انت تصور مني فين هتعرف برضو في اللاب ان هو في دار المهندسين اللي بره مكتبه دار المهندسين اللي جنب سمير وعلي تمام شكرا خلاص شدوا حيلكم وذاكروا كويس اشوفكم ان شاء الله بكره ترجع على اول صفحه او صفحه فين الكاتب او صفحه خالص انت دخلت متاخر ولا ايه لا بس في جزئيه ما كتبتها طب فين الجزئيه دي هنا دكتور لو سمحت يعني المحاضره كده الجلسه ايه شويه المحاضره كده مسجله طبعا هتنزل ان شاء الله على التيمز بعد ما نخلص ولا هتنزل على التيمز لوحدها هتنزل على التيمز وابتدوا انتوا هتفق انا يعني بسيستم